مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اليوم حبيت احكي لكم موضوع كتير 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 مهم، واللي هو بالاغلب بيغيب عن بال كتير من المهندسين، او يمكن المهندسين مش كتير بيعرفوا عنه وما بيعطوه كتير اهتمام خلال عمليات التصميم مثلا، او خلال عمليات الانشاء او ولاك. مرحبا، يعطيكم العافية. لأنه الموضوع كتير كبير بهذا الفيديو، أو الموضوع أكبر من أنه يتم وضعه في دقيقة واحدة، فراح أقسمه لعدة أجزاء. الجهات أو المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك إنسبكشن بعد انتهاء عملية الإنشاء للمشروع تبعك، راح أقسمها لثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي الفاير فايتنج، والثانية اللي هي الفاير ألارم، والثالثة جنرال ستاندرز أو جنرال كود. الفيديو الأول راح أحكي فيه عن الفاير فايتنج. مرحبا. الفاير فايتنج لما يطلع معك دفاع المدني على المبنى تبعك، راح يطلع على النقاط التالية. طبعا راح يعمل دفاع المدني تشيك على السيستم كامل، راح يعمل سبرينكلرز تشيك، راح يعمل الفلو تيست تشيك، راح يعمل فاير هوز تشيك، اكيد كمان راح يعمل تشيك على البامب روم. البامب روم راح يكون فيها الالكتريكال بامب، وراح يكون فيها الديزل بامب، وخلال عملية التشيكينج على البامب يعمل النقاط التالية. راح يعمل بامب بيرفورمانس تشيك، وهو ضغط المضخة. راح يعمل كمان الفلو تيست، وراح يعمل بعديها شيء اسمه سيكونس اوف اوبريشن، اللي هو ترتيب العمليات لما يتعطل جزء من الفاير فايتنج سيستم، مين الجزء الثاني اللي بيشتغل معه، ومين الجزء الثاني اللي بيشتغل بعده. هيعمل كمان شيء كثير مهم اسمه فلو سويتش تيست، عند مرور الماء في السيستم سواء بمانوال كول او من السيستم نفسه، بيعطي هذا السنسور او بيقوم السنسور باصدار اشاره بتشغيل الفاير الارم لحتى يشتغل الصوت في المبنى للتحذير من وجود حريق، لانه الماء مر من خلال هذا السيستم. تيست كمان بيعملوه في الفاير فايتنج، اللي هو زون كنترول فالف، ZCV.